نحكيو توا شوية موزيكا في لاباس، فرحانين برشا وسعداء باستقباله. نحب نشكره على خاطره عنده ثلاثة أيام اللي خرج من الحبس وتعب، والناس كل جاية فرحانة بخروجه. مالغري سا باش يجينا لاباس. هو رابور من أشهر لي رابور الصغار اللي طالعين الأيامات هذه، واللي معناتها خسارة جاتو المشكل هو في طمكو. معناتها اليوم باش نستقبلوه، باش نحكيو على التجربة اللي عاشها. نستقبلو عبد السلام فيليكس. مرحبا. مرحبا. الحمد لله اخويا على خلاص رحلك. عبد السلام فينيكس، الجمهور يحب يسألك. على الاخر. سافا، كأنك كنت في السيشيل هكا تعم في متبرانزي، امورك واضحه معناتها. فاتكوا عليا. فاتكوا بعد سايبوني معناها. فاتكوا بعد سايبوك. قداش قعدت؟ 5 شهور و20 يوم. 5 شهور خرجت في العفو. العفو الاخراني اي. ما هما شنو مشكلتهم؟ يلمدوا برشا عباد بعد يعملوا عفو. عرفتها نتاع عملنا حاجة. اي ان توكا انت يلزمك تشكر سيد رئيس الجمهورية. شكو؟ اللي مش العفو راك ما خرجت. شو اسمه؟ سيد منصف مرزوق. ما نعرفش، ما يجيبوهاش تلفزة غادي راه. ولا شي عاد يقولكم تلفزة غادي. غادي روتانا سينما، فهمتني؟ ويبدا فيلم فيه الاناثي ما عادش حتى حد يتكلم. عرفت تبدا هكا جمعة بلانتي مع روتانا سينما ويعيشوا في اللحظة كي. تحكي سيريوز؟ والله 1920 غادي، فهمتني؟ تاكل على فتيلة، فهمتني؟ يلدي الأولد سكول جملة، حاسيلو ستار أكاديمي متاع واحد يروح يمشي يعمل كوبينج في الجبل، تعرف شنية يفتق مواهبه على الأخر. استربي 5 شهور. أنت فينيكس، أنت رابور من الصغار اللي طالعين، عمرك 26 توا؟ به اللي طالعين جددت برشا، عامل ستيل ولا ريتم ولا خاص بك انت. دونك يظهر لي تونس الخضراء اول وحده مرسو اون 2010. ماشي اول مرسو. لا اول مرسو ضرب اول كليب ان فيت. فوالا اول كليب. اول كليب دار معناتها. خلي نقول ان ثقافتي كما اي شاب يبارتاجيها يلقاها معناتها. جا قبل الثوره شويه معك البلبزه اللي صارت ويحكي على البطاله مشات امور. اي باهي برشا. دونك انت ولد باب جديد من بعد واي الثانيه. بيان سور. واي واي يا خياني. ومن بعد بديت عم في ستيل بين راب رقا على راب رقا. شنو احكموا الحيوط؟ وي بعد فما اختك من الخنن، وفما زاد احكموا الحيوط، فما انفلونزا، فما كليب باستاردو، برش كليبات حاسين باستاردو. باهي نحبوا نتفرجوا في اكستري من احكموا الحيوط. معناتها فينيكس باش تتعرفوا على الستيل نتاعو والريتم نتاعو. نحكموا الحيوط، نرجع لكم شويه اخر في لاباس. هذا اكستري من احكموا الحيوط. به فينيكس، وقتها الشدين نتاعكم خاضت الدنيا. شنو اللي معناتها تسمع اش قاعد صاير برا ولا لا؟ اي على خاطر شنية معناتها. من الاول انت 5 شهور عديتهم في زوز حبوسات، تحكي لنا. بون من الاول نتاع تدخل ماك فيهم شيء ريتم جديد معناتها من 2012 تنقز ل 1920. شوف الموضوع غاديك كاتب تفهم، فهمتني؟ دي سيكتور احوم كوميتات لغه نتاع ما عادش فما تليفون وتكنولوجي ودرا شنية فاسون بهم على الاخر نتاع مد تاخو. فهمت؟ تفهم الريتم هذاك ومن بعد تولي تعيش لاباس معناتها. شنو تمد شنو تاخو؟ ما نعرفش. تمد باكو دخان كريستال فهمني ب 5000، باكو ليجير ب 7000، فهمتني؟ هذوكم يسهلوا الحياه معناتها. الفلوس الدور كفلوس ولا بنويه؟ فلوس سبيس تتبدل بدوبل نتاعها، فهمتني؟ باش تمشي في امور اخرى. والفلوس بنويات معناها يمدوا لك، تمد لهم برشا فلوس يمدوا لك كي بنويات نتاع المانيج، عرفتهم؟ هكاك وتتصرف غادي بيهم كي. خلينا نحكي على شدينكم ساعه. جريده صباح قالت لجرأة افكارهم ولا الادمان اوقعهم في قبضه الشرطه. دونك التهمه هي بدعوى استهلاك القنب الهندي اللي هو الزطلة. دونك ولكن برشا قالوا هذه لموا فيها برشا دي رابور اللي بداوا يتقبحوا، اللي بدا يزعجوا في السلط. تعرف كلهم حكايه. انت كيفاش تراها معناتها؟ والله ما راه في شيء، راه في تونس كل تتكيف
وكل ما يحبوا معناتها يعملوا حدث ذكية فهمتني، بلبزوا به الأمور شوية، يهزوا كي يمشيوا للشارع يهزوا برشا عباد يلقاهم كلهم يتكيفوا معناتها، حطهم في الحبس وبعد يعملوا عفو. إذاكش قاعد يصير في تونس معناها، وقاعدة تعاود الحكاية معناها، يحبوا يحسوا الجون اللي هم قاعدين يعملوا في حاجة باهية لطنك، هو العكس معناتها. إنسان يتكيف معناتها كان تحب تعمل معاه أنت حاجة باهية تمشي تداويه ولا تعمل له حاجة هكاية، مش تهزوا الحبس. يعني إنسان يتكيف ذات لا يدخل الحبس ولا يدروغ في معناتها هكاكا معناتها. عبد السلام فينيكس كمل، ما جاوبتنيش معناتها، قلقتهم ولا تشديت راف العادي معناتها شكون صب بيكم شنو معناتها؟ ما نعرفش معناتها، ما نقولش تشديت نورمال ولا تشديت معناتها على خاطر انا عبد السلام فينيكس، مي تو سامبلومون معناتها حاجه كاتبها لي ربي ومزيانه على الاخر معناتها، حلت لي عيني على برشا حاجات ما اقوى من اللي كنت حتى نخزر له قبل معناتها، اكلي بربش وقمه هما توا وهو جاي العرض معناتها، فهمت معناتها ما يهمنيش طيحوني هما ولا تحت بالزهر فهمتني، اللي يهمني اللي انا ربحت برشا حاجات ما احلاهم باش نفع بهم العباد اللي تحبني ودايرين بيا معناتها. معناتها تي بوزيتيف على الاخر دخلت الحبس بيان سور كوميم، ما فديتش ما تعبتش غادي اسمعني نوف، كنت عايش كل يوم تقوم الصباح تاكل كرواسون ودرشنية فهمتني، باش تكره حياتك معناتها ولا فهمتني، تنكد عليك المرأة كي يعملوا لك شوية شغل في الدار، نهار ترجع الحياة العادية تحس محليني كي نعيش يعني. انت هكيك الحبس معناتها يجي ويغموا عليك كي باش تروح هما كي اكسح وتفهم اللي حياتك محليها وتزيد تقدم اكثر في حياتك كي تاخوها هكيك تعيش لباس على الاخر معناتها وينفعوك هما وهما في بالهم قاعدين يضروا فيك. فما مشكله قدامي انا وقدامك انت، هي توا انه نحكيو على استهلاك الذات لون ديري حاجه باهيه معناتها، وشاي باش ناكلوه باش ناكلوا الكلات معناتها عادي، اما من المفروض نقولوا راهي حاجه خايبه هي الذات لا راهو ستاندروك ودروك حاجه خايبه خاطر من مذهبات العقل كما يقولوا هما معناها باهي، هذا ماهيش مشكله، اما عمري ما ريت واحده عمل جونتا ومشى يعارك في العباد معناها، اللي يعمل جونتا يمشي يبنك يعمل جو يضحك مع العباد فهمتني، ما اللي ياكل الاكوانين ولا يشرب شراب ولا يعمل حاجات هكا يخرج يعمل برشا جرام فهمت معناتها، الزات لا تخلي الشعب سعيد وهما يحبوا يعكنوا علينا اخويا هكا هو سعيد من غير حتى معناتها، ديجا وقتها في البريود اللي جبنا سليم عمام وحكينا عليها معناتها عملنا حتى على ذات البيه، شنو اللي تبدل انت عليك في تونس كي دخلت الحبس؟ دخلت خليت الحليب مقطوع خرجت تلقاه مازال مقطوع، دخلت خليت نهضه باش تبدا حمله على الفاسدين خرجت تلقى النهضه مازالت باش تبدا حمله على الفاسدين، دخلت خليت احداث الشغب وراها حمل همامي خرجت لقيت احداث الشغب وراها حمل همامي، دخلت خليت لجنه الشهداء ناويه باش تاخذ قرارات على خاطر الشهداء خرجت تلقى لجنه الشهداء ناويه باش تاخذ قرارات على خاطر الشهداء، معناتها فما كان الايفون خليته كات لقيته 5 هكا بالحق ما تبدل شيء، ما حسيتش روحك تبدلت حاجه والله بون معناتها طقس برد بالحق ما شدوني في السيف فهمتني بحرتش صح سنين فهمتني هما بيدهم معناها، والله نحكيك حاجه الاخبار نتاع 8 كان يسجلوها يعديوها كل يوم والله يرتحوا العباد والله اقسم بالله يعديوها كل يوم هي بيدها كي يقولوا لك بين اخبار 8 ولا كليبسو فاسد قش تحط اما نكلموها شنو اللي تبدل فيك بعد التجربه هذه؟ تبدلت حاجه في حياتك؟ اي شو وليت؟ الحبس يكسح كسح يكسح اكثر هاي. كنت فين وانت؟ كنت غادي لا مش فين كي معناتها نعم معناتها كلي اللي ما تقتلش تقوي معناتها هل تغرمت بسمير لوسيف في الحبس معناتها؟ والله الليل عشية جمعة بون معناها الشعب الكل في الحبس معناتها والمزود حاجة من الكولتور نتاع تونس الور سافي بليزير كي نسمع حاجات هكاكا، فما برشا ديزارتيست في الحبس، فما عباد تغني، عباد تتوج، عباد تصور، عباد محليهم على الاخر راهو في الحبس معناها. الحبس سي فري معناتها من برا تشوفوا واو ودرا شنيا، ماشي مكفيهم ضاربين ايديهم ودرا شنيا راهم محليهم من داخل معناتها. فهمتني؟ سي فري عاملين حاجات خايبه، فما عباد صلحها الحبس معناتها تابوا من الحبس، فما عباد ما عملت شيء وتوا في الحبس معناتها. وفينيكس معناتها فما شكون في الحبس يقول لي انا عملت ولا
والله اسمعني، هي قاعده الاولانيه الناس كل تنفق في بعضها كي وكلها تحب تخرج محليهم وخاطفين يعني. اما من بعد نتاع يا اخوي عملت معناها فهمت ناس كل من بعد معناتها عملت الوحيدين اللي نلقاهم في الحبس وديما ما همش قابلين هربتيه جماعه الزتله معناتها تاع الزح عملت جون انت القاضي اللي حكم عليا عينيه طايحين شبيه عامل هكاك فهمت ديما ما همش قابلينها وعندهم الحق معناها برشا ومات وقفاف وصفوا موضوع دركي فيه جوج ما راهو من حتى شيء جون تاع الزح. هل صحيح انه في الحبس فما ظروف لا انسانيه؟ بيان سور. هل صحيح انه ولا مقسم سلفيين وعلمانيين؟ اي سلفيين ديما يتحطوا وحدهم معناها حاطين الحبس يكبروا في روس السلفيه والحكايات هذيك معناها هكا اللي هما وحدهم والحق العام كل وحدهم هذوكم دي سبيسيمان وشعب وحده معناها فهمت وتوا الحاجات الدارجه الموضه نتاع شنيا نتاع شنيا قرعه كيف فهمتني لحيه قدك وشام فهمتني كمل العشاء برجوليه خلي لي المرهوجه صاحبي عرفتها مرهوجه تاع يكمل العشاء ويمشي ياكل مرهوجه عادي على الاخر ومن بعد يقول لك الله اكبر وش نضربهم الكل في وجوههم افهم روحك انت ايش يحب يقولوا المرهوجه حكينا عليها برشا اللوبيا اللي فيها هل صحيح انه في الحبس باش تلقى دروغ اسهل من اللي تلقاها في الشارع والله هي صحيح معناتها سورتو معناتها والعباد تحبك هكا يحبوا يخليوك هكا عامل فهمت باش تعديو في ساعه فهمت تلقى روحك نهار كامل وانت مبقت فهمتني مي الحكاية شنية اللي راهو تلمو عباد تشوف في هم راهو معناتها نحكي على الدروك في الحبس بفاسون هكاية يغنيك مي راهو عباد تعدي في النهار هو بيدو 5 سنين وعشر سنين ودرا شنية الور يحب ناس يروحوا هو فين وعلاش هكاكا فهمت الور تلقى برشا دروك في الحبس وراهو ماهوش معناتها بابا لا يرحمه يقوم من القبر يجيب في الدروك معناتها راهو الدروك هما يشدوا عليه ويعاودوا يبيعوه في الحبس معناتها فهمتني اما البلاكا زاتله في الحبس فهمتني جيب لك 1.5 مليون وفي السيفيل جيب لك اقل برشا هذاك الفرق كاف 23,000 فهمت معناتها ليه معناها ايكونومي ودولاب ودنيا وعباد عامله كراهب وعامله فيلات وعباد تعيش في احلى جو معناتها من الحبس هذاك اخويا باهي مادام الباكو كريستال بقضيه ب 5,000 باكو كريستال ب 5,000 خويا معناتها كان يبيع 10 باكوات في النهار هذوما تي بون تي ليه فلوس سهله ريت الحبس كارتي شو تونسي فهمتني عسوا عليه معناها يعطيهم صحه ياكلوا فينا ويعسوا علينا وانا نعيشوا كيما نحنا معناها فماش قلق. هل صحيح انه الحبس في تونس يفسد مش يصلح؟ والله انت والعبد فهمتني كان انت معناتها كي قعدت وحدك فهمتني قلت بني هكا وزدت معناتها تحت فك الحكايه هذوكم راك باش تخرج تعب كان انت نتاع هي ومن بعد شنيا باش تتعدى معناها كان جا الحبس يدوم راهو بناو فيه جبان اخويا نتاع حاجه باش تتعدى لروحها وراني باش نرجع مع اكسح وتبنيها في راسك الحكايه وتعيشها معناها صافا. هل صحيح انه الحبس في تونس مش كان للرجال؟ على الاخر على الاخر تعرف شنيا مش نورمال جوستومون الحكايه اللي خرجت من انت في الحبس كتبت حاجات عملت عندك توا في الفن نتاعك باش تبدل حاجه معناتها بون برشا انرجي بوزيتيف معناتها اللي حاجه ما تتوقعهاش من انسان مروح من الحبس معناتها هذيك الحاجه اللي موجوده في الموسيقى جاي اللي قاعد نعمل فيها اون ميم طون معناتها وليت نخملهم بمخاخهم معناها على خاطر كيما نقول عندي بارون نقول فيه بلاد شدتها ولاد ربطيه من الكراكه كراكه يحطوا فيها عباد معاوده برشا حبس وبرشا حسابات هذا اللي قاعد يصير على الشعب معناها يمثلوا علينا في تمثيليه كبيره بمخ حبس هذا اللي قاعد يصير في تونس كي تفهم السيستم هذاك تولي ترقد عليهم تعرف شنو سامي الفهري باش يروح لهم كي وفهم لهم الخنان نتاعهم باش يعمل لهم برشا عمل خايب اللي يدخل حبس يخرج ليه مع مش كل كيفك بيان سور انت خارج تبارك الله بانرجي الحمد لله معناتها سوف كو انت ما نجمتش تغني خاطر تعبت الناس كل طلع عليك وما رقدتش وكذا معناتها يلزمك مره جايه تجينا وتغني ونشوفوا البوماتك اكثر ونعملوا جو فينيكس نحب نقول لك ميرسي مره اخرى اللي جيت معناتها نحبك كلمه معناتها لعائلتك للناس اللي تعبت اللي وقفت معاك اللي ريقها شيح من ميديا لميديا وجاو هنا وغادي 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 هما معناتها حسب ما فهمت ساعات اللي برا من الحبس متعذب اكثر من اللي داخل اكثر من اللي داخل صحيح معناتها نخلي لك كلمه معناتها مساج تحب توصله لاي واحد للي معناتها عرفت اصحابك معناتها بعد الاكسبيرينس هذه بيان سور معناتها هو كلامك كل انا معناها جو كونفيرم بيان سور اون بليس كو سا معناها نحب نعدي ديديكاس لكل ام عندها ولدها في حبس ولا في بلاصه بعيده عليها ولا كذا
خاطر بالرسمي كي تفقد عبد تعرف قيمته على الاخر عندك، وكي فقدوني العباد زادوا عرفوا قيمتي عندهم، وعرفت العباد برشا عباد عرفت روحها تحبني برشا وعملوا عليا برشا عمال ما كنتش توقعهم. معناتها محلاها الدنيا كي تدور وترجع في الانتوراج نتاعك يبدا انتوراج مزيان. الحمد لله. الحمد لله. ميرسي ناف. يعطيك الصحه فينيكس تصفيق قوي يعني. هاي صاحبي فضلك. عفوا. لاباس لليله وفات، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي اذا تونس قاعده لاباس. صباح الخير.